بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، إن شاء الله النهاردة هنكمل تصميم القاعدة المنفصلة المعرضة إلى يعني مؤثر عليها عزم متعاكس. وإحنا خدنا في الأجزاء السابقة إزاي نجيب الدايمنشنز ونجيب الاستريسز تحت القاعدة. في الجزء ده هنتكلم إزاي نحسب المومنت على القاعدة دي. طبعا انا عندي اتعلمنا ان في عندي سيكشنين، في سيكشن اي وفي سيكشن 2 اي. طيب نبتدي نتكلم الاول عن سيكشن اي عشان نجيب المومنت عليه ونجيب الدبس منه ازاي. طبعا لاحظ ان الاستريسز تحت مش يونيفورم، فقصه ان انت اللي كنت بتقولها قبل كده اللي هي الاف يو ان في 1 في سي سكوير على 2، ده كان على اساس ان هي استريسز يونيفورم. الاستريسز عندي مش يونيفورم، في استريسز ماله هنا اف يو ان 1 وفي هنا اف يو ان 2. الكريتيكال سيكشن معروف ان هو على بعد قد ايه؟ طبعا العمود في النص، فالسي اي عباره عن ال بتاع الار سي ناقص ال كولوم على 2. طيب طالما جبت المسافه سي اي ديت، لازم تعوض في المعادله بتاعه اف يو ان اكس اللي احنا جبناها عشان نجيب الاستريسز بالظبط عند المسافه سي اي. يعني اجيب الاف يو ان عند سي ازاي؟ اف يو ان 1 ناقص هتشيل الاكس وتحط مكانها سي اي على ال في اف يو ان 1 ناقص اف يو ان ايه؟ 2. طيب نجيب بقى المومنت ازاي؟ لا خلاص الموضوع بقى ستراكشر، انت عارف هنا اللي هي الاف يو ان 1 وعارف الاف يو ان بتاعت المسافه سي، ده عباره عن شبه منحرف هقسمه لمين؟ هقسمه لمستطيل وايه؟ ومثلث. اجيب بقى المومنت بتاع المستطيل ازاي؟ المستطيل ده اللي هو الاف يو ان سي، يبقى الاف يو ان مين؟ دي الاف يو ان 2 ولا دي 1؟ لا دي 2، دي 1 ودي الاف بتاعت السي. خلاص؟ يبقى انا عندي دي، لا دي مش اف يو ان 2، ده دي اف يو ان بتاعت السي، المسافه بتاعت مين؟ سي اللي هي عندي في مين؟ في السي اي سكوير على 2 زائد. خلاص كده انت جبت بتاع المستطيل. طب اجيب المثلث، يبقى نص اف يو ان 1 ناقص اف يو ان مين؟ سي في سي اي، يبقى كده جبت مساحه المثلث. طب تاثير القوه بتاعت المثلث ديت بتبقى على بعد قد ايه؟ على بعد تلتين السي اي، يبقى جبت المومنت بتاعي. طب جبت المومنت، عايز اجيب بقى الدي، يبقى دي بتساوي سي 1 في ام اي. طبعا ما تنساش تبقى المومنت ده لو انت بتصمم بالطن او بالكيلو جرام تبقى تضربه في 10 اس 5، والاف سي يو تبقى بالكيلو جرام على مين؟ على سنتي او على السنتيمتر ايه؟ سكوير. طيب ده في الاتجاه واحد. طب لو عايز تتكلم بقى في الاتجاه الايه؟ الثاني اللي هو دوت اللي هو على بعد قد ايه؟ طبعا هنا الاستريسز في الناحيه الثانيه يونيفورم. يونيفورم ليه؟ بص كده ركز معايا في الحته اللي احنا هنقولها ديت. بص كده انا عندي ادي القاعده بتاعتي اهي، الاستريسز هو نون يونيفورم في الاتجاه ده، لكن في الاتجاه التاني ماله؟ لاحظ ان هو يونيفورم. هنا قيمته اللي هي الاف يو ان 1 وهنا قيمته اف يو ان مين؟ 2. لكن عند العمود بقى لما نيجي نتكلم هنا هو، فهنلاقي ان القيمة برضك بتاعته هنا قيمة ثابتة. القيمة الثابتة دي اللي هنشتغل عليها هنسميها الـ FUN مين؟ الـ average بتاعتي، اللي هي اجمع دي زائد دي على 2، ويبقى هي دي الاستريسز اللي ابتدي اصمم عندي الايه؟ القاعدة في الاتجاه الاخر. بمعنى هنجيب الـ FUN average عبارة عن FUN 1 ناقص او زائد FUN 2 على 2، متوسط عادي يعني. طيب وبعدين اجيب بقى المومنت عادي جدا خالص، ازاي؟ هجيب المومنت ازاي؟ عندي ال F U N مين؟ افريج في السي اي سكوير على 2، وابتدي اقول ايه؟ اجيب الدي بتاعتي سي 1 في جذر ام اي 2 على 100 في اف سي يو. يبقى طب انا جبت هنا دبس من اي وجبت الدي من اي 1، اخد انهي؟ هل اخد ديت ولا اخد اللي انا جايبها من السكشن اللي قبليه اللي هي الدي ديت؟ لا طبعا هناخد الدبس الكبير ونقول التي ار سي بيساوي دي ماكسيمم زائد ال 7 سنتي، وده بيقرب لاقرب 5 سنتي مع ملاحظه ان اقل تي ار سي هبتدي اشتغل عليها هي 40 سنتي. يعني لو التي قلت عن 40 سنتي بناخدها ب 40 سنتي. شكرا.